يرياح، يريحو، مدينة القمر، أسماء قديمة أطلقها من تعاقبوا على مدينة أريحا التي يفوح منها عبق التاريخ والحضارة. 10,000 عام مرت وهي شامخة تقف كالعروس على البوابة الشرقية لفلسطين. تزخر أريحا بالأماكن الأثرية والدينية والسياحية مع وجود مرافق حضارية مثل الفنادق الراقية والمنتجعات السياحية والمتنزهات، إلى جانب المنشآت التجارية والصناعية لتفتح المدينة ذراعيها للزوار من كل حدب وصوب. أريحا بماضيها وحاضرها ومستقبلها هي محط أنظار جميع الراغبين في استثمار ناجح أو قضاء أوقات ممتعة.